نعود مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء إلى مؤتمر مصر تستطيع ومتابعة جلسة الاستثمار في التكنولوجيا ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر. فاكرة أن إنتل بتشتغل في البي سي بس، أنا سعيد أن سمعت ناس كثيرة بتتكلم عن كل زملائي بيقولوا للآي أو تي والديتا سنتر والكلاود، كل الحاجات دي بتشتغل على الكومبوننتس اللي إنتل بتعملها، بالذات لو بصينا للديتا سنتر سواء الكمبيوتينج والستورج والنتورك بتاع الديتا سنترز ده كله بيلت اون انتل تكنولوجي. دلوقتي في الاي او تي اللي سام اتكلم عليه، احنا بنبص للاي او تي وازاي هيديفلوب السنين الجايه، وبنبني فيجن على الادج. الاي او تي الاليمنتس بتاعته بيبقى اسمها الادج، والادج ده هيبقى سمارت اند سمارت في السنين الجاية، مش بس ديفايس صغيرة بتقيس الحاجات وبترجعها، لا ده في AI وفي كونكتيفيتي وفي ديسيجن ميكينج وكده. فالتكنولوجيز بتاعت انتل جو اكروس كل حاجة من الادج لحد الديتا سنتر. طبعا برضو كان في حديث عن الاندستريال ريفولوشن او الثوره الصناعيه الرابعه اللي بتعمل تغيير كبير في اللاندسكيب او في الخريطه بتاعه الدول وتقدمها. والاندستريال ريفولوشن الالوت اوف ذا تكنولوجيز اللي موجوده فيها مبنيه على الانتل تكنولوجيز. احنا تقريبا 100,000 موظف على مستوى العالم في 120 دوله، وطبعا نفخر ان احنا متواجدين في مصر والعالم العربي، ومن اكتر من 20 سنه متواجدين بقوه. انا اول 12 سنه ليا في انتل كان تكنيكال كومينج فروم الانجينيرنج، فكان كل التركيز على التكنيكال، وبعد كده قررت ان انا لازم اجي مصر، فكان لازم اخد الترانزيشن ما بين التكنيكال والبزنس.